زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه. من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس اللي بعطيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الام اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس اصلا خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بعشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوسك. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب سعيده بقى. وانت من اهل مسكويت، ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ مرموش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع.
يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة يا متسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، قدام على العربية اللي بره في الأول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد أبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك أبيض غير التسول. تبينها جد؟ يا خليل يا غبي! يا هموش! امشي قدامي. اطلع فوق. أهلا. خش يا أخويا خش. أهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ أيوه. أمال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا إنهم بيرشوا؟ دول كدابين، أنت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمي. صارمه. ايه صارمه؟ اسمي صارمه بقى. بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ صارمه. ايه صارمه؟ هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6 جنيه ونص، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقى شيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب بس.
ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ بخمسين قرش الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من خمسين قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. وش تعالوا بالحين بدكم خيمة ما كده طلعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخلص يا غبي. كريمة محدش ما بيعينك. ما تقولش واد ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ في شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. سيبوهم سيبوهم.
بسوق. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحب من زمان، انا اللي اكتشفتك ومنهمش عليا تتلقح التلقيحة دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وحنديلك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى يعني انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة.
يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه؟ يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرف تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمى. بكره تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة لا انت واخدها. انا وانا بقول لك مش واخد حاجة، انا مش واخد حاجة. عليا النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه ما تقوليش حاجة بقى، مش واخد فلوس، مش واخد فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا. نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار، ايجيبشن ماني، تشكر. سعد عاجز النظر، إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة، ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش زبونه لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخ عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمك. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. الله دولار، ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت، وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش، 35,000 جنيه للشقة. ألو، أهلا سعادة البيه. أيوة سعادة البيه. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحة كتير. وضوح يا فايق، أنت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى أنت وشطارتك. والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. مالك فيا بيه؟ ما لاحظتش حاجة تحت يا حمد. حاجة زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا.
العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده يعني لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب 6 زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي دي. مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين كداء المية. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجرة. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينه فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله. من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت. لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يومين دي. انا ما بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعه كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك؟ احنا في عصر متر والانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه. طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش اعمى والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاحي. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم. انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره.
خير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتوه، وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة بنهاية. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله، دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنتي يا شقية، طب خش يا سيدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. أنا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك إنك أنت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني، اتفضل. شوف يا ابني، مش أنا اللي هتجوز، أنتوا اللي اخترتم، بس أنا بقى عليا النصيحة. اتفضل اتفضل، سريح ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معزة. يا نانا، أنت قلت تشرب إيه؟ كل نفليكس. حاجة ساعة، أي حاجة. حاجة ساعة يا نانا. أنا يا ابني أحب آخد عندك فكرة أوضح. أنت بتشتغل موظف؟ موظف إيه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي إنك أنت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في إيه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر أمثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم، ده بعد كام سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ ده مؤاخذة، أنا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني إيش بره وإيش جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عم. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره، يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعه يا اولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. انت ما صدقت. ما تصغطيش نبال مدلوقين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تصغطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقبايك كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب هلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. أجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحدة، اي واحدة بتاعت غرزة، بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سا 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 سا
سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه في كشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد. انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة، انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة، عايدة. وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. يا ماني شحات، مفيش اوطى من كده. الله.
هتجيب واحدة يا سيدي. خليهم اتنين. مكان جميل بس حر شوية مش كده؟ حر ولا برد انا مالي؟ لو كان قالوا لك ان انا مصلحة الارصاد الجوية. حلو اوي. ايه دي اللي حلو؟ النكتة اللي انت قلتها. انا ما قلتش نكتة. انت ايه متضايق شوية ولا متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي ما تسيبني في حالي. ما تجيب يا سيدي. ندردش شوية مع بعض. ايه؟ أدينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتني؟ المدموزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ لا. وانت عرفت منين؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعة ما خرجت من اللوكان ده. شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومة. انا ما عملتش حاجة. انا انت حكومة. مش عايزين نلف وندور على بعض. احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش. لقيته 22,000 جنيه. ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو. لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للاداره بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي لفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه أكتر من 3 أشهر. اصحى معايا وفوق. دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. أنت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة وموكيت.